اليوم جينا مكتب عماله اقليم ديونه، جينا اليوم باش نتبرعوا. كانت النشاط منظمه مكتب الهلال الاحمر المغربي لعماله اقليم ديونه. الحمله تحاول تستهدفنا بها اكثر عدد ديال المسعفين ديال المنظمه، بالاضافه الى بعض الناس اللي من الساكنه والمشاركين اللي كاينين هنا. والحمد لله احنا اليوم جينا باش نتبرعوا. بالنسبه للدم اللي تبرع به راه اجر به، وفي نفس الوقت راه تنحاولوا به ننشطوا به يكون مزيان للذات ديالنا والجسم ديالنا. نطلب من جميع الشباب والشابات وجميع المواطنين والمواطنات انهم يجيو، اللي عندهم السن القانوني ديال التبرع انهم يجيو يتبرعوا. ومن سنى سنة حسنة فلو أجر وأجر من عمل بها. جيت اليوم يعني أساسي تبرع بالدم، وهو نشاط يعني ممتاز، يعني أنا تنشجع المغاربة أنهم يجيو يتبرعوا بالدم، لأن العضو ديال يعني حد المادة اللي رئيسية ومفتقدة في يعني في المراكز، وواحد يعني في يعني المحوجه يعني للسبيطارات، يعني انهم محتاجين هذا التبرع بالدم. وانا تنقول للمواطنين انهم من هذا المنبر يعني كحنا ككشافه او اوطر ديال الهلال الاحمر جاوا يتبرعوا بالدم، وبغينا حتى انا المواطنين انهم يتبرعوا بالدم ويكون عندهم التعزيز ديال محل المسؤوليه. وشكرا. جيت نتبرع بالدم، مبادره زوينه عجبتني بزاف، وشحال هذه كنتسناها. البارح ملي لقيت لانس، مبادرة زوينة بالنسبة للناس ديال تتملي نعتقوا شي وحدين، والأجر ديالها كثير. واحد الخال كنا محتاجين ليه الدم، والحمد لله وقفوا معنا الناس. دابا إن شاء الله كل مرة إن شاء الله ملي كنت تبرع بالدم غنبدا نجي إن شاء الله نتبرع بالدم. نتمنوا للهلال الأحمر مسيرة موفقة إن شاء الله، ومبادرة زوينة. فرحانة بالتبرع الدم ديالي اللي غيساهم في إنقاذ أحد الأرواح البشرية، واخا ولو بجزء بسيط. وكنتمنى كاع الناس يتم يتبرعوا بدمهم باش يعتقوا أرواحهم وأرواح الناس اللي عزاز عليهم، وتما يقدروا يطيحوا في وضع يبغوا الدم وغادي يحتاجوه. وكنشكر لهذه الحملة اللي منظمة باش تبرع بالدم، وشكرا لكم.